على سفح حناءه هذه الصخره الجبليه يقف حصن الغويز التاريخي الشهير شامخا كحارس امين على المدخل الشمالي الشرقي لمدينه المكلا بمحافظه حضرموت. حصن الغويز او فك الاسد كما في بعض الروايات هو في الأصل حصن عسكري بني قبل أكثر من 300 عام بهدف حماية المدينة حينها من مخاطر الغارات التي كانت تشنها القبائل البدوية وكذا التحركات العسكرية للإمارات والسلطنات المتناحرة فيما بينها آنذاك. هذا الحصن يعود إلى بداية القرن الثامن عشر الميلادي إلى فترة السلطنة الكسادية ويشكل معلما مهما من معالم المدينة. أضف إلى ذلك البعد المعماري المتميز للحصن الذي يتكون من جزئين، الجزء الصخري والجزء الطيني، على عكس الحصون المعمول بها في حضرموت التي تكون عادة أما من الحجارة أو من الطين. أما حصن الغويزي فيتميز بالجمع بين الطرازين. ومع انقضاء تلك الحقبة الزمنية غدت هذه التحفة المعمارية المبنية من الحجارة والطين واللبن المخلوط بالتبن والمسقوفة بجذوع النخيل واحدة من أهم المعالم الأثرية والسياحية بالمدينة. في هذا المكان تتجسد مهارة الآباء والأجداد في البناء والتشييد، ومن بين ثنايا هذا الحصن تنبعث رائحة الأصالة وأبق التاريخ، ما يجعل من الأهمية بمكان الحفاظ على بقاء هذه القيمة التاريخية. المتغيرات الطبيعية التي شهدتها المنطقة والإهمال الحكومي للحصن خلال السنوات الماضية عوامل أدت إلى انهيار بعض أجزائه وظهور تصدعات في أسقفه وجدرانه، الأمر الذي دفع بالهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت لتنفيذ عمليات ترميم للحصن على أيدي أمهر معالمة البناء التقليدي الحضرمي. آخر ترميم أجري للحصن في العام 2009، ولكن نظرا لمرور المنطقة بعدة أعاصير وأمطار أضف إلى غياب الصيانة الدورية للحصن آلت حالته إلى السقوط، فجاء هذا المشروع حرصا مننا على حماية هذا الحصن. وتم أيضا جلب المواد الأساسية الطين والأخشاب من وادي حضرموت وفقا لمعايير أثرية ومعايير تتكاسم وتتماهى مع طبيعة الحصن التاريخية. ومع انتهاء جزء كبير من أعمال الترميم تأمل السلطات المحلية أن تتمكن من إعادة افتتاح الحصن خلال الفترة القليلة القادمة ليعود ومن جديد قبلة لزائر المدينة وحارس أمين لها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس